وعند هذه الفتوى، ما الذي استندت إليه يا مولانا عندما أفتيت بأنه المرأة ليست ملزمة بخدمة والدة زوجها؟ أولا هل خصصت الوالدة زوجها ولا والدة أو والد زوجها؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه وبعد. فأما بالنسبة للسؤال، فالسؤال ده كان واقعة عين، لأن يعني الذي تناول مضمون الإجابة لم يدرك ما هو السؤال، أو لم يأخذ السؤال، مع أن السؤال واضح في البث جدا، أن في واحدة بتشتكي من أن حماتها لها 4 بنات، وأن هي القائمة على الخدمة في البيت، وهي المضغوط عليها نفسيا في هذا، فهل هي يعني بتسأل بطريقة بترسم لنا ان وكأن في سادية في هذا البيت بخصوصه في عين السؤال ده؟ فهل هي بقى حالة خاصة يعني ملزمة شرعا من ناحية الواجب الذي يثاب فاعله ويأثم تاركه؟ صح، من باب الفرضية. فهل هي ملزمة بهذا شرعا وهذا فرض؟ فقلنا لها لا، ده مش فرض، وإنما هو من باب الفضل، وإنما هو من العشرة بالمعروف. وهذا كان الإجابة، يعني الإجابة كانت في ظرف دقيقة بالضبط. فأخذت الفتوى وبني عليها كلام كثير وكذا. لكن هو ده بس، خلينا نعرف السادة المشاهدين بأصل الفتوى جت إيه اللي حصل، إيه هو السؤال وما هو الجواب، حتى اللي عنده اعتراض يفهم ويزول هذا الايه، هذا اللبس، بصرف النظر عن هذه الحاله الخاصه اللي حضرتك رديت اللي احنا هنخش فيه بقى. بنتكلم بصفه عامه بقى، بصفه عامه مجبره انها تخدم والدة زوجها. بصفه عامه الحياه الزوجيه، او والد زوجها، لان ممكن يبقى الوالد اللي محتاج رعايه وخدمه. الحياه الزوجيه لا تؤخذ بهذه الطريقه التي يبحث فيها كل واحد من الزوجين عن حقوقه تجاه الآخر وواجباته تجاه الآخر، ليست هكذا. الحياة الزوجية مبناها على المودة والرحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. الحياة الزوجية وعاشروهن بالمعروف. الحياة الزوجية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. الحياة الزوجية كان صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، يعني يقوم يغسل الكوباية، كان يرقع ثوبه صلى الله عليه وسلم، كانت السيدة فاطمة عليها السلام تقم البيت، يعني تكنس حتى تغبر ثيابها. ستنا فاطمة كانت تطحن بالراحة حتى يعني جلدها ده اتاكل من الطحن بالراحة، وهي ستنا فاطمة، وهي ستنا فاطمة بنت سيد الخلق، وهي سيدة نساء أهل الجنة. لو طلبت من أي حد يجي يخدمها هيجي فورا يخدمها. ولما طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخادمة، فجاء إليهما ليلا، طبعا هي استحت عليها السلام، فجاء إليهما ليلا فوجدهما قد أخذ مضاجعهما، هي وستنا وسيدنا علي، فقال يعني فحركهما ثم قال: ألا أدلكما على خير لكما من الخادم؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إذا آويتما إلى مضاجعكما تكبرا 34 وتسبحا 33 وتحمدا 33. هي دي الحياة الزوجية، يؤتي الحكمة من يشاء عليه الصلاة والسلام. لا. بس إيه علاقة ده بإن هي كانت طالبة منه الخادمة؟ ان هو يعني بيعلمها ان في حاجة اهم من كده، ان هو المغزى بس، ان هو بيعلمها ان يكون قلبها ضارعا، وان هي هتاخد الثواب على هذا. وفي ملمح لطيف ارشدنا اليه اهل الله، ان اللي يعمل كده قبل ما ينام، لا ده ربنا يديله من القوة ما يستطيع بها القيام بالواجبات التي كلفه الله بها. ده زي موقف برضو جميل قوي زي موقف جميل جدا برضو، رسول الله صلى الله عليه وسلم لما راحت له ستنا فاطمة تشتكي له من الجوع، هي وسيدنا علي ما كانش عندهم أكل في البيت، وكانوا سمعوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لسه وصل له شاه جياله، كذا شاه كان يمكن 4 أو 5، فدخلت له فقالت له يعني أنه كذا، قال لها طب أنا هخيرك بين حاجتين، يا إما تاخدي الشاه اللي جات دي كلها، خدي 5 شاه، يا إما أعلمك كلمات
لسه سيدنا جبريل منزلهم عليا حالا دلوقتي. فطبعا يعني سيدتنا فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام اختارت الكلمات. نعم. فكانت الكلمات: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. الناس دي مدركة أن هناك جسدا وهناك روح. صحيح. وأن للروح غذاء وللجسد ودواء وللجسد وقواما كما للجسد. نيجي نجد ان معلش خلينا بقى طالما الكلام الجميل ده فتح برضو نفتح، احنا قدامنا لسه وقت، نلاقي ان غذاء الروح غذاء الجسد في الطعام وفي الشراب. صحيح. وأوريه في الشراب. يوم نيجي لغذاء الروح: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يعني أسكان المية دي المادية دي بتروي ظمأ الجسد، فالذكر الذي يجف منه اللسان يروي ظمأ الروح. الله. تيجي لرمضان وإن كان ظاهره أن الجسد يصيبه نوع من المشقة وكذا وكذا، يوم يقول سيدنا النبي يقول: أظلكم شهر كريم، وكأنه ظلة. وقول لخلوف فم الصائم اللي الواحد ما بيطقش الريحة دي أطيب عند الله من ريح المسك. صحيح. فهو بيدلنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة اللي حواليه اللي هم حديثي عهد بالوحي مدركين الكلام ده، وإن غذاء الروح في الحتة دي أهم، وإن إذا غذيت الروح فإن هذا يعود على الجسد بالقوة. هو احنا انتصرنا امتى؟ واحنا صايمين. صحيح. في رمضان العاشر. طب مش الجسد كان منهك؟ لكن لما غذيت الروح. صحيح. بهذه النفحات الايمانيه ها قوت الجسد فانتصرنا على المشركين. اسمحوا لنا ناخد اتصال ورق.